للمزيد حول عبور الوافدين من الأراضي السودانية عبر معبر قسطل الحدودي بين الأراضي المصرية والسودان، ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أرصد لنا الأوضاع الآن في معبر قسطل وأبرز الأحداث فيما يخص الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية. تحياتي لك هبة وتحياتي لكل متابعينا من أمام مرسى معديات الذاهبة والقادمة من وإلى معبر قسطل البري. وكما يظهر الآن من خلفي اصطفاف عدد من الحافلات بانتظار هذه المعديات للعبور إلى الضفة الأخرى والجهة الأخرى، معبر قسطل، ومن ثم نقل الوافدين مع استمرار عملية إجلاء القادمين من الأراضي السودانية عبر معبري أرقين وقسطل. وتحدثنا عن عبور المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى. مصر تفتح جميع الأبواب أمام الجميع لكل من يريد القدوم إليها من الأراضي السودانية، ثم إضافة العديد من الأطقم الإدارية في المعبرين معبر أرقين وقسطل لمزيد من الإجراءات وسهولة في العبور والمرور من قبل الوافدين. أما إذا تحدثنا أيضا عن المساعدات اللوجستية والطبية التي تقدم على مدار هذه الأيام السابقة ومستمرة حتى الأيام القادمة والمقبلة، سواء في معبر أرقيم من مراكز إغاثة وأيضا عيادات متنقلة، ونتحدث عن فرق طبية متحركة، وعن معبر قسطل أيضا وجود فيه مركز إغاثي بل كمان مستشفى ميداني في معبر قسطل لاستعدادا لاستقبال جميع الوافدين. نتحدث أيضا عن زيارات ميدانية وجولات لعدد من الوفود يمثلون منظمات دولية وحقوقية وأممية على أصعدة مختلفة وأيضا في مجالات متعددة للمعبرين. ومن ثم بعد الانتهاء من هذه تقديم هذه المساعدات تتم المرحلة الأخرى وهي وجود الحافلات في الضفة الأخرى في المعبر قسطل، ومن ثم نقل الوافدين والعودة مرة أخرى إلى مدينة أبو سمبل، ومن ثم التحرك إلى مراكز التجمع المختلفة سواء في محافظة أسوان أو في مدينة أبو سمبل. هذا هو المشهد كما ترى الآن من خلفي، استفاف للحافلات بانتظار المعديات لنقل المواطنين من معبر قسطل إلى مدينة أبو سمبل ومحافظة أسوان. هذا هو المشهد، عودة إليك مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر عن هذه الصورة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من أمام مرسى معديات معبر قسطل الحدودي.